السلام عليكم، غادي نعرفكم على الحديقة ديال المكتب ديالي. هذه حديقة جديدة، يلا درناها. داخل المكتب فيها مجموعة من النباتات. مازال هاد النباتات يلا تم النقل ديال الشتلات ديالهم. هذه النبتة هي نبتة الزربية، ثلاث عروش. هذه كذلك نبتة تسمى نبتة عطريشة، فيها رائحة جميلة، رائحة عطرية. كذلك نبتة القلب كما تشاهدون، وهذا النوع من السبار، السباريات. كذلك حتى هو نقلة جديدة في طور النمو. كذلك نباتات أخرى لدينا في هذا المكتب، مثل هذه اللوايات، اللواية الخضراء والحمراء، فهي نقلة جديدة كذلك. وهذه اللواية أيضا ذات اللون الأخضر. ثم هذه النبتة التي تسمى دمعة الطفل، هذه النبتة جميلة أيضا، حتى هي نقلة جديدة في طور النمو. لأن كانت هذه حديقة مكتبي في طور النمو.